عندنا بقى شخصية ست أم كريمة والست أدارة. هو كريم مش كريمة، هو هي أم كريم والست أدارة، دول تقريرين عاملاهم سلمى الاتنين، سلمى عزاز تعمل شغل جميل جدا. هنشوف بقى أم كريم وأدارة ونرجع إن شاء الله. الدنيا مش على كيف حد، الدنيا بتديكي مرة هوب تطلعي فوق هوب تروحي نازلة تحت. اشتغلت كتير وتعبت، بقولك تعبت كتير، اشتغلت في المستشفى، اشتغلت في سوق السمك، كنت بغسل سمك على الحوض، اشتغلت في مستشفيات الحمامات، بغسل الحمامات، تعبت بقولك لما كان عندي السكر والمانتينار دي كانت بتهري ايدي. في الاخر بقول لك ولود الخير جابوا لي الحاجات دي وقفت عليها. انا نفيسه محمد احمد عاشور، وعندي 60 سنه وبكافح في الدنيا وباكل نفسي الحمد لله. جوزي كان شغال في هنا في دكانه بيشفر، طلع بقى ايه عملوه تامين وطلع، كنت قاعده ببيت وكويس. الدنيا راحت مننا صباحنا زي ما انت شايفه كده. انا عيلي كانوا واقفين بكبده الاول، كانت في حكومه ومش عارف ايه عشان حاطين ترابيزات هنا كده، راحوا مكسر لهم الحاجه واتحبسوا، وانا اللي وقفت ان انا اكلهم واكل نفسي. الدنيا كلها راح، صباحتي انا اللي بكافح واكلهم واكل نفسي، مفيش حاجه راحه، مفيش جنيه يجيلي كنت قاعده تعب. بس بعد بتيجي بالليل بتنامي مطمنه وبتنامي مرتاحه، وقرش شقه كده بيبقى حلو مش وحش، يعني جنيه بتاع شقه كده اللي بتجيبيه بعرقك بيبقى حلو مش وحش، طول ما انت كويسه وضميرك حلو من نواحي الناس وبتكلمي الناس باخلاص وقلبك حلو بيبعت لك كل اللي انت عارفه. النمله في الارض بيبعت رزقها، يبقى مش هيبعت رزق البني ادمين. لقيتي الناس كلها كانت واقفه معايا، محدش اتاخر عني، لسه الدنيا فيها خير، حسيت ان في لسه ناس كويسه. عندي ابن، ابني عنده 13 سنة، أمه ظالمة، مراته ظلمته ورمت الواد عنده شهرين. شوف ما تربي طفل بقى لسه قد كده من قلبك وجريتي بيه المستشفيات وبقيتي تجري الساعة 3 بالليل تديله نفس وتروحي هنا وهنا وهنا، يبقى تحبيه ولا ما تحبوه؟ أنا عندي هو أحسن من أبوه، أنا عندي هو ياكل وأنا ما أكلش، مش حرماه من حاجة، وربنا يبارك فيه مش هسيبه، مش هسيبه لما ياخد الشهاده ياكل نفسه ويعتمد على نفسه. قال لي يا ماما انا عايز اطلع، انا اطلع مثلا وكيل نيابه دكتور محامي، ده اللي هو بيقول والله هيطلع. وبكره مثل لي ايام تيجي تلاقي بنده ده، يعني لو انا مت الله يرحمني، بس يقول لي الواد ده سته قال لي كذا كذا، مش هسيبه. بقول لك لو بعمري مش هسيبه، لو هبيع جلابيسي مش هسيبه، لازم اعلمه والله العظيم، لو اخر يوم من عمري لازم اعلمه. كنت بتعاكس وكنت بقى تكحل وكل حاجه، كنت حلوه يعني، بس طبعا انا بس بقى مش قوي. بعد الفلاح عايز يتجوزني مش كده؟ اديني قلت اه، طب انا بهزر. انا اسمي اداره، اداره توفيق عبد السند، سني 65، طول عمري في الشغل وفي الشقه وفي كل حاجه، اشتغلت في بيوت اه واشتغلت في كل حته اه، ما اكدبش اكدب ليه؟ اشتغلت كتير وشيت كتير واشتغلت في الخيش كمان، كنت بخير، كنت واخد خيش. وبعدين اتجوزت، جوزي ودي كان راجل كبير برضه، مات بقاله دلوقتي 30 سنه ميت، جبت منه 5، مات منهم واحد معايا 4، بس انا قاعده مع ابني وابني على حاله يعني كده، وانا بجيب حبه خضار على قدش، بنزل من 12 بالليل علشان خاطر كنت يعني واحده تاخد كيلو قوطه كيلو بطاطس قدش، معيش فلوس اصلي، ما اقولك الصراحه فلوس معيش، وانا على حمل تقيل يعني اجيب منين؟ مصاريف
مدارس وبتاع، بساعد ابني برضه. يعني حبه دلوقتي ما يعملوش حاجه، ده انا باخدهم من واحد تاجر ببيعهم له وادي له يديني 30 جنيه بس. انا بروح الساعه 3 للساعه 2 ونص الظهر، يعني مثلا بجيب عيش، اجيب حاجه للعيال مثلا حاجه ساعه، وبركب يفضل جنيه، يفضل 10 جنيه اجيبها الصبح. تعبانه عيانه مش قادره اشتغل، يعني السن بتاعي مش قادر اشتغل، تعبانه عايزه راحه، مين هيريحني؟ وربنا بقى اللي يريحني. اهي انا بقى الحبايب كتار بديهم الورقه بيجيبوا لي صراحه الدواء في الدنيا، والله ما عايزه حاجه منها، الحمد لله شبعت منها. شوف الست البسيطة قالت الكلام اللي كنا بنقوله على سيدنا عيسى عليه السلام امبارح، قال للناس مش الأكل واللبس هم الحياة، شوفوا الطير بتروح وترجع لا بتخزن أكل ولا بتشيل أكل، والقرآن الكريم تاخده خماصا وتعود بطانا. تمام، يعني الست في الأولانية أم كريم قالت جملة مش معقولة، الحياة ما بتمشيش على كيفك، الحياة مش على كيف حد، يعني مش مع حاجة حلوة جدا جدا. فوالجنيه بيجيب الشقة، بنقدم نماذج مش في مصر بس، كل الوطن العربي في ناس بتكافح وبتشتغل وبتعيش، احنا شعب مش كسول، واحنا بتكلم على الأمة كلها، واحنا شعب مش خنوع، واحنا شعب ما يجبش يتظلم، واحنا شعب ما يجبش تكبت حريات بعضه، لا خالص. لانه بيقول لك اصله الشعب مش جاهز، كلام اللي سمعناه قبل كده. بقى الست دي مش جاهزه بذمتك، الست اللي بتقول الحكمه اللي قالها سيدنا عيسى وقالها سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام وقالها كل الناس، انه الحياه مش على كيفك، الحياه يعني تنولها الا بعد صد ورد، هي الحياه كده. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الحياة مشقة. فستات عندهم 60 وده يمكن 70 وأكتر، وقاعدة بتساعد ابنها تشتغل بساعد. ودي بتربي ابن ابنها وبتقول هيطلع، عايز يطلع وهيطلع إن شاء الله، هيطلع عايز يطلع وكيل نيابة، عايز يطلع محامي، هي عايزة تعمله كده. وهو ربنا يستجيب للإنسان حين يسعى بشكل حقيقي. هم دول الرجالة اللي قال عليهم ربنا سبحانه وتعالى اللي هم القوامين، هم دول. التفسير للقوامين ان هو لمجرد انه ذكر، لا 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 انسى، ده مش تفسير دقيق، ده تفسير طيب، لكن التفسير الدقيق الرجل هو القوام اللي بيشتغل اللي بيسعى. الانسان حين يسعى يبقى فيه صفات الرجوله اللي هي المسؤوليه، سواء كان رجل او ذكر او انثى. يعني في تفسيرات، انا سمعت تفسير قريب لشيخ جليل قال نفس المعنى ده،